مرحبا بكم في نور المعرفة. هل سمعتم يوما عن جزيرة إيستر؟ تلك الجزيرة الموحشة في المحيط الهادي التي تعرف بكونها موطنا لتماثيل الموؤودات، تلك التماثيل الحجرية الضخمة التي تثير فضول العلماء والباحثين منذ قرون. في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة غامضة إلى جزيرة إيستر، حيث سنبحر في أسرار تماثيل الموؤودات ونحاول حل لغز أصلها وكيفية نقلها إلى الجزيرة. تابعوا معنا هذه الرحلة المثيرة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا نور المعرفة ليصلكم كل جديد. جزيرة إيستر أو رابا نوي، وهي جزيرة تابعة لتشيلي، وتقع على بعد حوالي 3700 كيلومتر من الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية. جزيرة إيستر هي موطن لحوالي 900 تمثال مواي، وهي منحوتات حجرية عملاقة تمثل رؤوساً وأجساداً بشرية، وتتراوح أطوالها بين 220 متراً وأوزانها بين 486 طناً. تماثيل مواي هي شاهدة على حضارة قديمة وغامضة تركت خلفها إرثاً فنياً وثقافياً فريداً من نوعه، ولكنها أيضاً شاهدة على كارثة بيئية واجتماعية أدت إلى انهيار تلك الحضارة وتغيير مصير سكان الجزيرة. تماثيل جزيرة إيستر أو مواي كما يطلق عليها السكان المحليون هي من أشهر الآثار في العالم، ولكنها في الوقت نفسه من أكثرها غموضاً وجدلاً. لا يزال العلماء يتناقشون حول أصلها ومعناها وطريقة نقلها ووضعها على الجزيرة، ولا يوجد إجابة نهائية أو موحدة عن هذه الأسئلة. لكن ما نعرفه بشكل عام هو أن تماثيل مواي هي نتاج لحضارة رابا نوي، وهي حضارة بولينيزية استوطنت جزيرة إيستر في الفترة بين القرنين 12 و17 الميلاديين، وأنشأت نظاما اجتماعيا ودينيا وفنيا متقدما استند إلى عبادة الأجداد والأرواح والقوى الطبيعية. تماثيل مواي هي تعبير عن هذا النظام العقائدي، فهي تمثل أشخاصا مهمين في تاريخ الجزيرة مثل الزعماء أو الأبطال أو الأنبياء، وتعمل كوسيط بين العالم الحي والعالم الآخر. تماثيل مواي هي أيضا تعبير عن القوة والمنزلة والثروة للعائلات أو القبائل التي أقامتها، فكلما كان التمثال أكبر وأجمل وأكثر تعقيدا كان ذلك دليلا على مكانة أعلى ونفوذ أكبر لصاحبه. تماثيل مواي هي أخيرا تعبير عن الإبداع والمهارة والجهد الذي بذله سكان الجزيرة في صناعتها ونقلها وتركيبها، فهي مصنوعة من الحجر البركاني الصلب، وتم نحتها بأدوات بدائية من الحجر والخشب والعظام، وتم نقلها على مسافات طويلة بواسطة الحبال والأخشاب والأنابيب الخيزرانية، وتم تركيبها على منصات حجرية تسمى آهو، وتم تزيينها بتيجان حجرية أو خشبية أو ريشية. لكن ما الذي دفع سكان الجزيرة إلى بناء هذه التماثيل الضخمة؟ وما الذي أوقفهم عن ذلك؟ هنا تدخل العوامل البيئية والاجتماعية والتاريخية في الصورة. جزيرة إيستر هي جزيرة بركانية صغيرة لا تتجاوز مساحتها 163 كيلومترا مربعا، وتتميز بمناخ معتدل وتضاريس متنوعة تشمل الهضاب والوديان والسهول والشواطئ والمغارات. الجزيرة كانت تزخر بالموارد الطبيعية مثل الأشجار والنباتات والحيوانات والمياه والتربة الخصبة، وكانت توفر لسكانها مصادر غذائية ومادية وطبية وحرفية متنوعة. الجزيرة كانت أيضا تتمتع بموقع استراتيجي، فهي تقع في منطقة تسمى مثلث البولينيزي، هي منطقة تشمل مئات الجزر المنتشرة في المحيط الهادئ والتي تتميز بتنوعها الثقافي واللغوي والجيني. الباحثون يعتقدون أن هذه الجزر تم استيطانها من قبل شعوب بولينيزيا، والتي تمكنت من عبور المسافات الطويلة بفضل مهاراتها في الملاحة والفلك والتقويم. جزيرة إيستر هي واحدة من أبعد الجزر عن مركز مثلث البولينيزي، ويعتقد أن أول من وصل إليها هم مجموعة من المستكشفين البولينيزيين بقيادة رئيسهم هوتوماتو، وذلك في القرن الخامس أو السادس الميلادي. هؤلاء المستوطنون الأوائل أسسوا حضارة رابا نوي، والتي تطورت وازدهرت على مدى عدة قرون وأنتجت تماثيل مواي الشهيرة. لكن هذا الوضع لم يستمر طويلا، فمع مرور الزمن بدأت الجزيرة تعاني من مشاكل بيئية واجتماعية خطيرة
أحد هذه المشاكل هو الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية، خاصة الأشجار التي كانت تستخدم في بناء القوارب والمنازل والنيران والتماثيل. هذا الاستهلاك الزائد أدى إلى تدمير الغابات وتقليل التنوع الحيوي وتآكل التربة وتغير المناخ وانخفاض مستوى المياه الجوفية. هذه العواقب البيئية أثرت سلباً على الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري، وتسببت في نقص الغذاء والماء والمواد الأولية. هذا النقص أدى إلى زيادة المنافسة والصراع بين السكان الذين تنازعوا على الأراضي والموارد والتماثيل. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا الغامضة إلى جزيرة إيستر. ما زال لغز تماثيل الموؤودات قائماً، لكن هذه الرحلة قد ساعدتنا على فهم المزيد عن هذه التماثيل المذهلة وثقافة شعب رابا نوي. ندعوكم لمشاركة آرائكم حول هذا الموضوع في التعليقات، ونشجعكم على زيارة جزيرة إيستر يوما ما لخوض تجربة مثيرة لا تنسى. شكرا لمشاهدتكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا نور المعرفة ليصلكم كل جديد.